دلوقتي احنا عندنا دايرة، الدايرة اللي موجودة دي قدامنا اللي فيها 3 مقاومات، بس احنا مدينهم رموز بي وكيو وار مع ان هما الثلاثة متساويين. السؤال بقى، يا ترى عند قفل المفتاح ايه، المفتاح كي سوري، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل للتيار؟ ايه اللي هيحصل للتيار الكهربي في الدايرة بالذات في المقاومة ار؟ هيحصل ايه في ار وهيحصل ايه في كيو؟ فكر كده معايا. هو لما نقفل المفتاح ده مع بعض، المقاومة الكلية هيحصل لها ايه للدايرة؟ لما نقفل المفتاح ده، المقاومة الكلية هيحصل لها ايه؟ هتقل ولا هتزيد؟ هو طبعا قبل ما نقفل المفتاح كانت المقاومة 2 ار، لكن لما قفلنا دي ار وار، يعني ار على 2، يعني المقاومة الكلية بقت 1.5 ار، يعني المقاومة قلت يعني التيار زاد، يبقى التيار هيزيد في ار. دي اول نقطة. كيو بقى هيحصل فيها ايه؟ كيو كان ماشي فيها الاول تيار، كان ماشي فيها تيار، لكن المرة دي هيمشي في كيو بي الاتنين مع بعضيهم التيار اللي هو الجديد، لما يتقسم بس هيتقسم على 2، يبقى كيو هيقل فيها التيار. يبقى احنا هنقدر نقول إجابة يزيد تيار ار ويقل تيار كيو. المسألة اللي قدامنا ديت هي مسألة بتتكلم عن في مفتاح ممكن يبقى ليه وضع 1 ووضع 2، المقاومات الثلاثة دول كلهم كل واحدة فيهم بتساوي ار، والفي باتري 15. المطلوب بقى لما اقفل المفتاح واحد، لما قفلت المفتاح واحد مر التيار في الدايرة 2 امبير، المطلوب نعرف قيمة ار. وبعدين لما اقفل المفتاح في الاتجاه 2، عايز يعرف هيمر تيار في الدايرة شكله ايه. هنبدأ نحل دلوقتي. هنقول ان احنا لو قفلنا المفتاح في الاتجاه 1 يمر تيار 2 امبير، فتكون قيمة المقاومة هي 5. ازاي بقى هتبقى 5؟ لان اما انا اقفل كده هتبقى المقاومة الكلية هتبقى ار وار، دي ار على 2، 1.5 ار، 1.5 ار. ليه؟ لان واحدة ار وهنا 2 على التوازي مع بعض بي ار، ار على 2 يبقى 1.5 ار. طب ما نقسم التيار اللي هو 15 على 2 امبير يطلع 7.5، يبقى 7.5 بتساوي 1.5. طب انا دلوقتي لما حتى لما نقسم بقى الـ 15 على 2 تطلع المقاومة الكلية المفروض ان هي 7.5، 7.5 بتساوي 1.5 ار. هنلاقي لما نقول ان 7.5 بتساوي 1.5 ار، يبقى ار بتساوي 7.5 على 1.5، يعني ار بتساوي 5 اوم. لما نبدأ نشتغل بقى نقفل المفتاح في الاتجاه التاني، هيحصل حاجة هتبقى كأن دي ملهاش وجود، وهتبقى في سلكة متوصلة مع المقاومة دي، يعني كأن الناتج بتاع الاتنين دول هيبقى كأنه مفيش مقاومة. يبقى هتبقى المقاومة الكلية للدايرة ار بس، يعني ار واحدة. طب ما انا عارف ان ار بـ5 يعني 5، يبقى انا دلوقتي هقول لما اقسم 15 على 5 تطلع فيها 3 امبير، يبقى هيمر في الدايرة 3 امبير. يبقى في الحالة التانية هيمر في الدايرة 3 امبير، لان هقسم انا جبت ار بـ5، ولو قسمت الـ15 على 5 هتطلع 3، وبكده تبقى المسألة ديت اتحلت. المسألة دي في منتهى الأهمية، لأني عايزين نفهمها، لأنها مسألة هتتكرر تاني في الفصل الثالث، بس فيها تفاصيل هتخش فيها محولات وكده، لكن احنا عايزين نفهمها كويس لأنها مسألة كويسة وموجودة في كتاب الوزارة. المسألة دي تقول تتصل محطة لتوليد الكهرباء، ادي محطة توليد الكهرباء اهي،
بتتصل بمصنع يبعد عنها 2.5 كيلو متر. ادي 2.5 كيلو متر، ادي المصنع بسلكين، ادي السلك الاولاني يعني طول السلك كله بقى 5 كيلو متر. طبعا 5 كيلو متر يعني 5000 متر. فاذا كان فرق الجهد بين طرفي السلكين عند المحطة فاذا كان فرق الجهد عند طرفي السلكين عند المحطة كذا وبين الطرفين عند المصنع كذا، يعني فرق الجهد عند الطرفين دول اللي كانوا خارجين كان 240، وفرق الجهد عند الطرفين دول كان 220. يعني حصل فقد في الجهد قد ايه يا جماعة؟ حصل فقد 20. طب نتيجة ايه؟ نتيجة نقل التيار الكهربي من هنا لهنا. لازم نبقى فاهمين كده، ان انا ما بنقل التيار بيحصل في مسافات طويلة بنفقد جهد، بنفقد جهد. دي حاجة اساسية، لان هو الجهد ده مبذول، الجهد اللي السلك مقاوم السلك دي هي اللي خلت لي جهد استنفذ بهذه القيمة في المسافة دي. وكان تيار المصنع يستخدم تيار شدته 80 امبير، يعني هناك وصل تيار، يعني عايز يقول لي ان التيار اللي كان ماشي في السلك 80 امبير، لان التيار هيوصل زي ما هو لكن الجهد هو اللي هيفقد. فعايز بقى مقاومة المتر الواحد من السلك، يبقى اول مطلوب مني مقاومة المتر الواحد من السلك، وتاني مطلوب نصف قطر السلك اذا علمت ان المقاومة النوعية، مديني المقاومة النوعية لمادة السلك ومديني باي. يبقى هو عايز حاجتين، عايز مقاومة المتر وعايز ايه؟ وعايز المقاومة النوعية نص قطر السلك، ومديني المقاومة النوعية. طب هو مديني المقاومة النوعية 1.57 في 10^8، 1.57 في 10^8. هنبدأ بقى خطوات الحل بعد ما عرفنا ان هو طالب مقاومة المتر وطالب مني نص قطر السلك. اول حاجة، جهد المبذول من المحطة للمصنع بيساوي 240 ناقص 220 بيساوي 20 فولت، لان فعلا انا الجهد المفقود او المبذول او المستنفذ من هنا لهنا هو 20. طب شدة التيار، يبقى المقاومة بتساوي V على I قانون أوم، 20 اللي هي فرق الجهد المستنفذ في خلال في شدة التيار دي. يبقى المقاومة، جبت أنا مقاومة السلك كله 0.25 أوم. طب مقاومة المتر بقى، R للمتر الواحد يعني بتساوي 0.25 الربع ده على 5000 متر، يطلع 5 × 10^5 أوم. يبقى انا كده جبت المطلوب الاولاني اللي كان طالب مني مقاومة المتر. نص قطر السلك بقى، نص قطر السلك ان انا عارف ان رو ار نفس ار دي بتساوي رو اي ال باي ار سكوير. تعال بص كده مع بعض. بعد ما حسبنا مقاومة المتر زي ما هو عايز، بنسى بقى المطلوب ده خالص وابدأ احل مسألتي عادي. ار ثوره ايه؟ ال. طب ايه اللي كان متر ولا ايه اللي كان 5000 متر؟ كان 5000 متر، يبقى لازم احط ار في القانون ده بكام؟ ببوينت تو فايف اللي احنا طلعناه. لكن لو انا بشتغل كأنه متر، يبقى لو انا خلاص، يبقى انا كده لو عايز استفيد من حكاية متر دي بعوض هنا بواحد وبعوض هنا بالقيمة اللي طالعه لي بتاعت مقاومة المتر. لكن المقاومة اللي انا حاططها هنا، اللي انا هحط اللي انا ناوي اعوض بيها، هي 5000. يبقى نخلي بالنا من المعلومة دي. طب يبقى انا هنا ار بتساوي، بعد ما جبت ار في طرف وكتبت القانون بتاعي نص القطر، جبت جذر تابعي رو اي ال باي على ار. خلي بالي انا كاتب لك هنا 5000 متر ومقاومة 5000 متر. لو كنت كاتب المتر كنت كتبت، يعني لو كنت كاتب واحد هنا كنت كتبت هنا مقاومة المتر، فطلع نص القطر 1/100 متر، يعني 10 سنتي. يبقى المسألة دي تاني هقول فكرتها بشكل سريع. مسألة بيقول لي ان في فرق جهد عند محطة توليد الكهرباء
240 وهنا 220 عند المصنع، وفيه متوصل بسلكين، وكان فرق الجهد هنا بين طرفي السلك 240، وكان هنا طرفي قاس بين طرفين السلك هنا فرق الجهد اللي هم متوصلين. ناخد مصدر تيار، عايزك تتصور ان دول كأنهم سلك فيشة، يعني سلك مجوز ماشي كده لحد المصنع. هيحطوا بقى هما، هو ده المصدر التيار، وهنا كان خارج السلك المجوز ده من هنا لحد هنا. فحصل فقد في شكل حرارة في خلال 500 متر دول، 5000 متر دول، فالفقد ده يعتبر فقد في الجهد، لكن التيار موجود زي ما هو. الفقد ده الجهد المبذول من المفقود يعني هو 20 فولت، الجهد المستنفذ أو الجهد المبذول، خليها أحسن الجهد الإيه المستنفذ. طب أنا عندي R بتساوي V على I، R لمين؟ للسلك كله. V بكام؟ اللي هو الجهد المستنفذ ده 20، I بكام؟ ب80، طلع ربع أوم. هو كان طالب في المسألة مقاومة المتر الواحد، فقسمت على 5000، طلع 5 × 10^2 = 5 أوم. كان طالب مني ان انا اجيب نص قطر السلك ده، قدرت اجيب، مديني طبعا ده ممكن كأنه تصميم، يعني مثلا عايز يجيب يصمم كابل، دي مواصفاته، فانا جبت له نص قطر الكابل، ان الكابل ده نص قطره هيبقى كام؟ 10 سنتي. يعني كأن دي مسألة في الطبيعة، يعني في الحقيقة، ان الراجل كان عايز، احنا كأنك انت شغال كده بتعمل مقايسة، عايز تشوف قطر الكابل اللي هيربط الاتنين دول ازاي، هو مديك هنا فرق الجهد هنا هيبقى كام، اللي عايز يوصل هنا، يعني هو عايز الجهد هنا 220، هو خارج هنا كذا، هجيب انا سلك يستهلك الكمية دي. يعني هو ما جاب لي المقاومة السلك دي، جاب مقاومة السلك دي على اساس ايه؟ على اساس ان المقاومة دي مرتبطة بالفقد اللي حصل، ان انا بخرج 240 وصله 220، فجاب لي مقاومة. هو ما يعرفش مين السلك ده، هو جابها من قانون اوم، فجاب المقاومة دي. لو قسمت المقاومة ده على المتر عشان اجيب اشوف مقاومة المتر ايه، هو مديني مديني المقاومة النوعية لمادة السلك اللي هيستخدمه اللي موجود في السوق، عايز يعرف نص قطره كام بقى، بعوض انا بالطول والمقاومة اللي انا جبتهم واجيب نص قطر. مسألة جميلة جدا، بتوريني ازاي احسب انصاف اكتار الايه السلك في كل حتة، لاعرف مثلا جهد المصدر كام، هي هتوصل هنا كام، وابدأ اشتغل. مسألة جميلة جميلة، جمالها في ايه؟ في ان هي فكرة عملية تنفع تتطبق في حياتنا اليومية.